ونبقى في الشأن التربوي، حيث تجول فريق من التلفزيون الوطني في عدد من المؤسسات التعليمية لرصد مدى استعداد وجاهزية الطلاب للدخول في امتحانات الشهادة الثانوية دورة 2017. الزميل محمود موسى الفيل رافق الفريق وأعد التقرير التالي. استعدادا للدخول إلى امتحانات الشهادة الثانوية دورة 2017 والتي تنظم من قبل الهيئة الوطنية للامتحانات ومسابقات التعليم العالي أونكس، نلاحظ أن بعض المدارس الحكومية والأهلية تستعد للخوض في الامتحانات رغم أن بداية العام الدراسي 2016-2017 كانت متأخرة، وذلك بسبب الإضراب الذي استمر قرابة 3 أشهر جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وبفضل جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق الأهداف المنشودة في النظام التربوي، استأنفت الدراسة بشكل جيد دون انقطاع حتى هذه اللحظة. وبالرغم من أن الدراسة بدأت متأخرة، لكن بفضل الخبراء والفنيين في الحقل التربوي تم وضع برنامج خاص يتم من خلاله تعويض الساعات الضائعة. هذا ما أكده بعض مدراء المدارس الثانوية الحكومية. فعلا بعد الإعلان أنا الوزارة أنا التعليم ده خلانا هنا بدينا بالأمل، وده هنا يعني قبل الإعلان أنا الحكومة ظهرت كي لمينا هنا الإدارة والمدرسين والأباء الأيال، قلنا يعني شيء ده بخص يعني لازم نسوي شيء اللي بخلينا نقصب الوقت اللي يعني خسرناه، وده فالحمد لله المدرسين كله في مونا والأباء الأيال كذلك في مونا، وخلاص يعني في اليوم نخدمه 8 ساعات، زدنا نخدمه من الساعة 7 لغاية الساعة 12، زدنا 3 ساعات لغاية الساعة 3:30 نكمل ونمشي، وده شيء اللي خلانا يعني كسبنا قريب 234 ساعة. الحمد لله هسا كل المعلمين كملوا البرنامج يعني كملوا، هسا أننا إلا ننتظر الامتحانات القادمة، وده الشيء اللي أننا كي اتخذنا قرار لين يعني يلقوا مستوى جيد عشان ينتهوا من فوق البكالوريا. كما أوضح بعض مدراء المدارس الأهلية عن استعداد طلابهم للدخول في امتحانات الشهادة الثانوية، سيما أنهم بدأوا العام الدراسي منذ 15 من سبتمبر من العام 2016. أنا إذا ما ذي أترازن دول ما يتكلمنا لا وقفنا بس كوردا كونتينيو ما كرنا كي لا يعلم قال أصلا على الدخول وين جيجو عشان ما نخلون كي دور كي يلا غير يتمون عشان يقدروا يمشوا يشوفوا الزمان ما واجه لأي صعوبة، وصلنا كالعادي دروسنا إلى شهر 6 آخر شهر 6 ووقفنا العيالات وخلينا قاعدين براجع إلى الآن قاعدين في مراجعة إلى أن نصل إلى الامتحانات. وتجدر الإشارة فإن العديد من المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية قد أنهت البرنامج الذي أعد من قبل وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة، وبتكثيف الجهود من قبل المعنيين بالتعليم سواء الحكومة أو المؤسسات التعليمية والطلاب إلى جانب أولياء الأمور باعتبارهم شركاء أساسيين في العملية التعليمية بهدف تحقيق الأهداف المنشودة في المجتمع وفق سياسة الحكومة التي تسعى إلى تحقيقها في القطاع التربوي عبر وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة.